طيب انا عارف ان جمهور الاهلي دايما بيحب علي معلول، فاحنا عايزين نطمن عليه بشكل اكبر، عشان كده معانا مداخله مهمه جدا من تونس مع السيد بشير خلف الله الصحفي التونسي باذاعه شمس اف ام. يا استاذ بشير مساء الخير عليك. مساء الخير، اهلا بك زميلي واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. تونس اخبارها ايه؟ كويسه؟ الحمد لله زي الفل. الحمد لله. عايزين نطمن على علي معلول وكيف كان استقبال اللاعب في المنتخب بعد عودته وبعد ما كان تم استبعاده طبعا في بطولة الأمم الأفريقية. هو في الحقيقة استبعاد علي معلول من بطولة الأمم الأفريقية يعني بعد التقييم، بعد المشاركة بين قوسين المتوسط المنتخب الوطني التونسي في البطولة الأفريقية، بان بالكشف أنه علي معلول مكانه طبيعي كما كنت تفضلت وقلت في المنتخب الوطني التونسي طبعا. بعد عودته للمنتخب الوطني التونسي مع استبعاد او اقاله الفرنسي لانجيريس واعطاء المقاليد الفنيه للمنتخب الوطني التونسي لمنذر الكبير، تمت اعاده دعوه علي المعلول وتم استقباله من كل زملائه بكل حراره بكل فرحه. علي المعلول اللي مكانه موجود في المنتخب الوطني التونسي وحتى عند استبعاده من المنتخب الوطني التونسي كان دائما في المجموعه الموسعه او القائمه الموسعه للمنتخب الوطني التونسي، يعني هو واحد من ابرز اللاعبين خارج تونس. أكيد ابرز لاعب في الاهلي المصري هذا الموسم لا يمكن ان لا يكون تونسي. اظن يعني ما شاهدنا الصور واللقطات بالنسبه للانتخابات الاخيره للمنتخب الوطني التونسي تحدث كثيرا الى الناخب الوطني الجديد منصر الكبير، وعلى ما يبدو سيكون اساسي في المباراه القادمه للمنتخب الوطني التونسي ضد منتخب موريتانيا. ان شاء الله يكون اساسي، نتمنى له كل التوفيق ويعود للنادي الاهلي بدون اصابات، ودي اهم حاجه بالنسبه لنا بصراحه. لكن في نفس الوقت عايز اتكلم على التحدي الجديد من خلال منذر الكبير مدير الفني الجديد الوطني للمنتخب التونسي، وهل الشارع الرياضي التونسي متفائل بمسيره جديده وانطلاقه جديده للمنتخب تحت قياده هذا المدير الفني؟ نحن حقيقة في انتظار منتخب وطني نيو لوك مع مدر الكبير. مدر الكبير هو تقريبا من المشرفين على تكوين كل هؤلاء اللاعبين الذين يكونون حاليا المنتخب الوطني التونسي، ومكون بامتياز. لكن في نفس التوقيت درب عديد الفرق الكبرى، درب النادي البنزرتي الذي حاز معه على كأس تونس سنة 2013، درب النجم الرياضي الساحلي، درب الترجي الرياضي التونسي، وايضا في سنواته الاخيره كان مدير فني مشرف عام في الترجي الرياضي التونسي. يعني منذ الكبير يعرف جيدا كره القدم التونسيه من الناحيه الاكاديميه. هو انسان متكون ومتكون على صعيد عالي، ويمكن حقيقه ان يقدم الاضافه الى المنتخب الوطني التونسي، خاصه مع خيار الجامعه التونسيه لكره القدم باستخدام او باستقطاب اداره فنيه ومدير فني تونسي للمرحله القادمه والابتعاد عن المدرسه الاجنبيه وخاصه المدرسه الفرنسيه التي اظهرت حقيقه عدم فعاليتها مع كره القدم التونسيه الحاليه ومع اللاعبين وطبيعه اللاعبين الحاليين الذين يكونون المنتخب الوطني التونسي. ايضا وجود عادل السليمي كما تعلمون في الاطار الفني الجديد للمنتخب الوطني التونسي مع منتر الكبير. عادل السليمي لاعب توليد السابق، واحد من افضل هدافي المنتخب الوطني التونسي، من الممكن ان يعطي اضافه كبيره للمنتخب الوطني التونسي والاطار الفني، وايضا الابتعاد عن بعض التجاذبات التي لاحظناها في بطوله افريقيا الاخيره بين الان جيريس ومساعديه التونسيون، لان الان جيريس في الحقيقه في بطوله افريقيا لم يختر مساعديه، بل اختارهم حسب علم الجميع اختارهم المكتب الجامعي، لكن في هذه المره منذ الكبير هو من اختار عادل السليمي وكل اعضاء الطاقم الفني الذي سيشتغل معه. وبالتالي نحن في انتظار منتخب وطني جديد، مع من يكون الازدر هو من يلعب في الميدان، والازدر هو من يكون اساسي، والازدر ومن يستحق المنتخب الوطني التونسي يتم توجيه الدعوه له. هذا ما حصل
مع توجيه الدعوه لعديد الاوجه الجديده منهم. جيريمي دوزياك سيكون ايضا في خط الظهير، ايضا نصر علي المعلول لعب هامبورغ الالماني في البوندسليغا 2، لعب البوندسليغا الدرجه الثانيه الالمانيه، بالتالي علي المعلول واسامة الحدادي ايضا لعب الاتفاق السعودي، ودوزياك سيكونون ثلاثه لاعبين على مركز واحد وهو مركز الظهير الايسر. فراس شواط موجود في المنتخب التونسي؟ فراس شواط غير موجود في المنتخب الوطني التونسي حاليا، ما تمش اختياره من جانب فني يعني. تمام اوكي، هو لعيب مميز في الحقيقه، لاعب نادي الصفاقسي التونسي، لكن بالتحديد عايز اسال حضرتك على نظره الشعب التونسي والمسؤولين في تونس بالتحديد عن الرياضه لألان جريس بعد وصوله لنصف نهائي بطوله الامم الافريقيه بعد بدايته في البطوله بشكل سيء وبعد كده وصل قبل النهائي، فده شيء جيد. هل بتعتبره ألان جريس نجح ولا فشل في عيون التوانسه؟ في 50% من متابعي كرة القدم والنقاد يكون نجح، و 50% يكون لم ينجح ألان جريس. أن المنتخب الوطني التونسي يحقق الوصول إلى الدور النصف النهائي لكأس أفريقيا لأول مرة منذ سنة 2004 التي حاز فيها المنتخب، التي حصل فيها المنتخب الوطني التونسي على بطولة أفريقيا، هذا يحسب لألان جريس، لكن لم يكن هناك طابع للمنتخب الوطني التونسي، المنتخب الوطني التونسي حقيقة لم يظهر شيئا في بطولة افريقيا الأخيرة، وهذا ما لم يعجب النقاد ومتابعي المنتخب الوطني التونسي، بالتالي بلغة الأرقام نعم نجح ألان جريس لكن خرج من المنتخب الوطني التونسي. طيب نشكر الأستاذ بشير خلف الله صحفي التونسي.